قرب العيد، بدنا محلي العيد سيد راسي، وما بيحلى بالشام غير بمعمولاته والمعمولات. لك بدك تعمل معمول عيد من دوني سيد راسي؟ بدك تعجبها مثل ستي؟ الله يرحمك يا ستي، كانت تعجبها سيد راسي وعلى خط رائع بقالب المعمول سيد راسي، كانت تصنع راسنا. شو ام نجيب باحث لك كثير شايل بطاله، الدنيا عيد استهدي بالرحمن كم يوم كم يوم، يلا العيد سيد راسي تعلم شقيتي تعال يا عين عليك سيد تعال راسي. لارجيك الجو الشامي على اصوله اليوم جنب هالبحره والقعده ودوقك معمولات بتعمل لهم هيك بهرهر وهرهر يا سلام فستق فساتي يا عين عليك اذا كل شغلك هيك يا سلام. انا بحبه بالجوز سيد راسي، بتعمل لي بجوز ها جوز وعجوه وكل شيء كل شيء رح نعمل يا عين عليك دلال اليوم وانت يا سيد راسي تحشوشوا فرم لي هالجوزات والفستق والعجوه سيد راسي سيد راسي ايه عجنها منيحة لك حسواس سيد راسي بدنا كيلو طحين متعدد الاستعمالات يعني بيشتغل يعني. لكل شيء ايه تمام سيد راسي وبدنا نص كيلو سمنة لهم يا عيني نص كيلو يا سمنة يا عيني على السمنة العربي مرستقة غير شكل بدها تكون يعني ظريفة إذا أمكن طبعا بدي أفهم أنا شو هيك بيجي من قلبك تعمل معمول من دون ما تقول لي لك قلت يعني علي. لما شميت ريحة السمنة لك أنا ما أجيت ولا وراحت علي لك كلها. أنت راحت عليك سيد راسي أنت أبسلتي بتروح عليك ما بتفوتي فايتة سيد راسي أنا بعرف هلأ بعد ما شربوا السمنات الطحينات شايفين شلون صاروا بهالشكل ها هلأ بناخدهم على البراد يا ابن نجيب 10 دقايق ليريحوا ومنرجعوا يا عين عليك طالعت عجينتي من البراد هلأ أنا كمشيت شوي نص كاسة مي ونص كاسة قطر تمام هلأ بإمكانكم تستغنوا عن هدول انتو نص كاسة المي ونص كاسة القطر إذا بتحبوا بتجيبوا كاسة مي طبعا بعد ما نجيب كاسة المي منحط كاسة سكر ومنحليها حليناها كمان من كتا وكمان منخلطهم كمان جاهزي يعني عنكم الخيارين اللي شرحتهم أنا للعجينة أول خيار نص كاسة قطر ونص كاسة مي وعنكم الخيار الثاني تجيبوا كاسة مي باردة طبعا وكاسة سكر تحطوهم ببعضهم تحركوهم وتحطوهم وتبلشوا تخلطوهم متاعات جاهزين أبو عمار شو نساوي هلأ؟ هلأ منملسها هيك شوي شوي يعني ما مندعك كتير الفستقات جاهزين سيد راسي حطهم بقلب الصحن حطوا لهم 3 معالق قطر معلقه الطعام طبعا وحطوا لهم معلقه سكر بودره واعجنهم بمعيتها خليهم يصيروا هيك مكعبات يعني مربعات والجوزات نفس الشيء والجوزات مشقيتهم نفس الشيء سيد راسي عيني عليك الجوزات مثل عصام 3 قطر وحده سكر بودره واعجنهم خليهم يصيروا هيك روح وحده بالنسبه للعجوه العجوه سيد راسي بس حطوا لهم معلقه سمنه او معلقتين ودعكه وبلش قرص فيها هيك راس صغيره دعبلهم يعني خلينا نظبطها بنجيب يا عين علي يلا تحسسوا السيد راسي بس ارجيهم هون بالكاميرا شلون شايفين شلون هلا بعد ما حطينا المي والقطر او المي والسكر وخلطناهم ببعضهم هيك منملس شوي شوي ما في داعي يعني لحتى هيك نعجن عجن تمام وبعد منا هلا بنحطهم بالبراد او بالفريزر ربع ساعه وخالصين جاهزة عجينة المعمول الهشة الظريفة الغير شكل وسر عجينة المعمول هي بسمنتها نجيب شوف لي الوضع سيد راسي 3 قطر واحدة سكر ها وانت حطيت سمنة يا عيني عليك لك اوعى ها بدهم يطلعوا راس راس مشان نعرف نحشيهم يا عيني عليك هلا انا حطيتها بالبراد وكمشت طبعا مثل ما شايفين وصارت جاهزة العجينة هلا كل شيء جاهز والما زهر سيدو لا تنسى ذكرناك فيها العجوة لا تحطوا لها ما زهرها ما بتطلع طيبة ها اوعى بس الفستق ولا هي يا عيني عليك وشغلة كتير مهمة وهي أهمون كل كيلو طحين بده كيلو حشوة يا عيني يعني أنا حطيت هلا كيلو طحين نص كيلو عجوة 250 جرام فستق و 250 جرام جوز يا عيني عليك بإمكانك أنت كيلو عجوة تحط له كيلو طحين عفوا حكينا بالعكس سيد راسي كيلو طحين بتحط له كيلو عجوه بامكانك كيلو طحين تحط له كيلو فستق او كيلو او شكله شلون ما بدك انت على ذوقك المهم كل كيلو طحين بياكل كيلو عجوه يا عيني عليك تمام سيد راسي هي كل العيارات حفظتهم ابن شي لك يا سيد راسي صاروا هون لك بدنا ندوم معمولاتك السنه الجايه شو ها لك على عيد الاضحى والله بكرهك عم تحكي والله من كل عقلي يعني السمنة عندي؟ لك بس السمنات من عندي يا عيني عليك كل شيء من عندك بعرف كل شيء من عندي ما بيسخى سيد راسي ما بيسخى سيد راسي الله وكيلك ما بيسخى لك بدك تحلينا الدنيا عين خلاص بعطيك كم زبيباي بتحلى فيهم
خلص من عنده زبيب ومن عندي المعمول. يا عيني معناتها ما استفاد شيء من الوصفة سيد راسي، على الفاضي الوصفة كلها، عم يحفظ وصفة وما عم يطبقها. انت ماخذ الوصفة من عندك سيد راسي شي بلا؟ الوصفة من عندي ما عم يطبقها، عم ياكل زبيب. يلا ابن نجيب دعبل يا بي دعبل، اشتغل بحق أكلاتك بحق معمولاتك ابن نجيب. لك معلمي شو سوا؟ شو لك؟ شو عم يعمل؟ لك ليش صغيرة ابن نجيب كبرها شوي؟ ما بصها الله وكيلك، انتم مكبرينها. لا بدك شغلة على أصولة سيد راسي، شوي ما بتصخى ما بيمشي الحال. والله منيحة هيك سيد راسي، شو تشفي؟ مصغرة ابن نجيب كبرها سيد راسي كبرها. الحرص تبعك يا بيي كبرها بتكبر صغرها بتصغر. لك كمان قوي قلبك قوي قلبك. وبدك تالي وانت وياه سفعة عين سيد عم لو عندر ومرة سدها هو بتحسوها. كأنها متلزق شوي يا عمان. والله يا ابي اذا شوب شوي بدي اخذ على البران. ايوه بس تلزق هيك بهالشكل هون معناتها الجو شوب وساخيت، بدي اخذ على البراد. بترجع بتكمل بترجع بالدعبه بامرك. هلا مشي حال نحن خلص خلصنا ما بقى محشي محريز. شوف لي هاي تمام. يا عيني عليك اهم الاول سيد راسي كيف عم تكبره؟ ابن نجيب بحبحها شوي بحبحها اكثر من هيك. تمام ابو عبده هيك ما بيمشي الحال، خليه بحبحها شوي. لا عم شوف انا عم راقب. لا تمام هي على حسابنا وهيك ما يكون هي على حسابنا وما عم يسخى ما تكون على حسابه شو يساوي. مشمم لها ريحتها لك. يلا يا ابن نجيب حرك لي حالك. يا سلام يا سلام. شفت شلون ما ظابطه يا ابن نجيب؟ قلت لك حبيبي قلت لك حط لها شويه طحين مشان ما يلزق، بيلزق العجين بقلب القالب بتقوم بتروح الرسمه سيد راسي. ما هيك لكن سيد راسي شوف كمشه هيك حط لها طحين سيد راسي بتروح لي الرسمه بعدين. بزعل منك ها. انا مع التزق شو عم تحكي انت؟ ما بتسترجي ما بتسترجي سيد راسي. يا عيني عليك يا سلام يا سلام يا سلام. يا عيني عليك يا نامي. لك يا عيني عليك يا سلام يا سلام. والله ما توقعتك عيش بالدقدي. ما توقعتك بتعرف الدقدي يا ابن نجيب. انا كل ما كل سنه قدام ستي كنت اقعد قدامها انا كنت ساعدها السيد راسي. شو عم تحكي انت؟ لا الله يرحم سته على هالتخلفه. يا عيني عليك. لك سيد راسي حاجه تحوش طحين حشوه كاترينا. لك مو كاترينا ولا شيء. كب 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 سيدو كب كب ودقدي. يلا بسم الله سيد راسي. ها يا عيني عليك. لك اخ منك اخ سيد راسي. وعلى الفرن يا ابو نجيب. يا سلام يا عيني عليك تشت معك يا ابو نجيب. يا سلام لك شو هالمعمولات سيد راسي ما شفت مثلهم بحياتي. كانه ستي عاملته نفس النقشه. يا سلام عم اعطيك نقشه ستي انا سيد راسي. يا عيني عليك. لكن شو شميت الريحه ورقدت ترقيم. بس ما قلت لي قديش بياخذوا بالفرن؟ هدول سيد راسي بدك تضل قاعد جنب الفرن. ايوه تشويها من تحت وبتحطها فوق، واللي مو مشويه بتحطها من تحت. يا عيني وبتضل تبدي ما بتتحرك من جنب الفرن بنوب. ها يا سلام. ولا بيحترموا معمولاتك ابن نجيب؟ لا شو يحترموا ما بيتاكلوا. هاي بتذكر لنا ياهم هذيك المره ولي ذكر ما تنعاد. خلينا مسؤولين ابن نجيب. ان شاء الله كل عام وانتم بخير مني ومن ابن نجيب. على راسي يا سلام. عيد فطر مبارك سيد راسي. وسلام سيد راسي.